السلام عليكم. هذا واحد التسجيل، واحد سا واحد انا ساكن في مارينا غولف ديال الأصيلة. هذا التسجيل هذا بغيت غير نتمنى من الله يوصل للسلطات المحلية ديال الأصيلة والجهة ديال طنجة والعرايش. احنا من بعد العيد الأضحى يعني لاحظنا واحد تزايد هائل ديال الناس على مارينا، ومع كامل الأسف ماشي يعني ماشي صحاب ماشي يعني لي بروبريتير ديال الطيور، يعني الناس اللي شارين، ولكن يعني لي بروبريتير تاع مارينا، يعني ناضو تيكريو يعني الشقق اللي عندهم لأي واحد. يعني الهدف منه هو أنه هي الربح. وبما أن يعني رغم أن كاين يعني واحد شديد قوي يعني من طرف السلطات، يعني التزايد الهائل ديال الحالات المؤكدة اللي في المغرب تقريبا 1300 كل يوم، ناض يعني تيكري الشقق وتيفتح المسابح، لكن لا تعقيم في العمارات ولا شيء من هذا القبيل. وعلى ما فهمت وعلى ما توصلت انها يعني هذه واحد الاسبوع الفارط يعني كانت واحد الحاله مؤكده يعني في مارينا، يعني جاوا السلطات يعني خداو هذه الحاله هذه باش يداوها للمستشفى. وهذا ما هو الا بدايه، تنظن انها بدايه، يعني لان حتى شي واحد تيتدخل، يعني ما كاين لا تدخل ولا والو، الناس يعني تشتكي ولا ما كاينش تيسمع لهم. وتنتمنى من الله ان هذا يوصل، لان راه هذا الشيء غيدي شي كارثه في ذاك المكان اللي هو كنا الانسان تيجي تيرتاح، ولكن مع هذا السيد هذا ما كاين لا راحه ولا والو. نتمنى من الله يعني هذا الفيديو يوصل والناس والسلطات تتدخل باش تضرب بيد من حديد على هذا السيد هذا اللي تيعتبر نفسه انه فوق القانون. والسلام عليكم. Thank you.